أهلا بكم. من الذي أعطى للميليشيات المساحة والنفوذ لتخزين الصواريخ والقنابل شديدة الانفجار والمقذوفات ومختلف الأسلحة وسط المدن والأحياء السكنية في العراق؟ ومن له المصلحة في ذلك؟ وما مدى خطورة استهتار الميليشيات المدعومة من إيران بحياة المدنيين العراقيين حتى تحولت مخازنها إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة لتحصد أرواح الناس الأبرياء كما حصل في بغداد والمحافظات من قبل وكما جرى في بيروت بعدها؟ وما الموقف الدولي من تخزين الأسلحة والصواريخ داخل المدن وقتل الأبرياء؟ وما تداعيات ذلك على المشهد العراقي والمشهد في المنطقة؟ وإلى أي مدى يعد خزن الأعتدة والمواد المتفجرة بين المدنيين جريمة ضد الإنسانية؟ نضع هذه المحاور مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من تحت الضوء بعنوان ذخائر وأسلحة للميليشيات خطر محدق بالمدنيين في العراق. نتابع بداية هذا التقرير، كونوا معنا. التفجير المروع الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت يذكر العراقيين بتعرض مدنهم خلال السنوات الماضية لانفجارات مماثلة أودت بحياة الكثير من العراقيين، وينبههم بشكل خاص إلى أنهم لا يزالون معرضين للخطر نفسه بسبب وجود مخازن السلاح والأعتدة والمتفجرات داخل أحيائهم السكنية في ظل عجز السلطات عن إنهاء ظاهرة تخزين الأسلحة بشكل عشوائي يهدد حياة المدنيين. تمتلك ميليشيات الحشد في العراق مقرات خاصة لتخزين أسلحتها وعتادها الثقيل المتمثل بالصواريخ والقاذفات والمدافع، فضلاً عن عشرات الآلاف من قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخيرة الخاصة بها ومتفجرات خام وألغام وعبوات ناسفة مختلفة يصل وزنها الإجمالي إلى 10,000 أطنان ضمن ترسانة ميليشيات الحشد. لكن انتشار هذه المخازن داخل المدن والأحياء السكنية بما في ذلك الحسينيات والمنازل وحتى المدارس وتكدس الأسلحة والمتفجرات فيها بشكل عشوائي بات يشكل خطراً حقيقياً على السكان في المدن، ويحول هذه المخازن إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة على غرار ما حصل في انفجار العديد من تلك المخازن التي قتل وأصيب فيها الكثير من العراقيين. وكعادة السلطات في العراق فإنها فتحت تحقيقات كثيرة في الأسلحة والمتفجرات المتكدسة في مخازن الميليشيات داخل المدن وفي المنافذ الحدودية لتغلقها بعد ذلك دون أي إجراء يذكر. ويرتبط العجز عن ضبط فوضى السلاح في العراق بالضعف الذي طال مختلف مؤسسات الدولة بما في ذلك مؤسساتها الأمنية والعسكرية التي داخلتها الاعتبارات الطائفية، بل إن الميليشيات ترفض سحب أسلحتها قبل سحب السلاح من الأمريكيين على حد تصريحات قيس الخزعلي، فضلاً عن أن السيطرة على الميليشيات المسلحة في العراق والمرتبطة بإيران ليس بالأمر السهل رغم تصاعد وتيرة المطالب الشعبية بحصر السلاح بيد الدولة مع عجز الكاظم على نزع سلاح الميليشيات بحسب مجلة فورين بوليسي. مواطنون عبروا عن رفضهم لقيام الميليشيات بتخزين السلاح في الأحياء السكنية فيما حملوا الميليشيات والحكومة مسؤولية تلك الانفجارات التي تحدث بين فترة وأخرى. معتصمو ساحة التحرير الذين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب اللبناني بعد فاجعة انفجار مرفأ بيروت حذروا من تكرار المشهد في بغداد بالتزامن مع إطلاق وسم إبعاد العتاد عن المدن والذي أطلقه ناشطون للضغط على السلطات من أجل التحرك السريع بخصوص مستودعات الأسلحة والقواعد التابعة لميليشيات الحشد والتي أصبحت قنابل موقوتة تهدد حياة العراقيين. أرحب بضيفي في الأستوديو العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسهم من اسطنبول، مرحبا بك. حياكم الله، اهلا وسهلا. وارحب ايضا بضيفي عبر سكايب الدكتور حامد الصراف الاكاديمي والباحث السياسي، مرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا بكم. وايضا ارحب بضيفي دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، اهلا بكم دكتور هلال. حياكم الله وبياكم. اهلا بكم ضيوفي الكرام. ابدا معك سياده العقيد الركن حاتم الفلاحي. تفجيرات بيروت أعادت للذاكرة التفجيرات التي سبقت في العراق، هناك تفجيرات عظيمة استهدفت الأحياء السكنية، استهدفت المدنيين في العراق، لا سيما تفجير الكرادة، تفجيرات كثيرة حصلت داخل الأحياء السكنية، حي الدورة، حي العبيدي، الكثير من التفجيرات حصلت قبل تفجير
الذي حصل في بيروت، وهناك نوعا ما عندما حصل هذا التفكير أو هذا التفجير حصلت إعادة بناء الذاكرة إلى التفجيرات التي سبقت في العراق، ما هي قراءتكم لذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين. بداية دعني أقول بأنه حقيقة تفجير بيروت عاد لنا الكثير من الذاكرة العراقية للفترة الماضية بسبب الكم الهائل والكبير للتفجيرات التي حدثت في العراق، ابتداء من عام 2006 بتفجير المرقدين، وصولا إلى تفجير الكرادة، ثم إلى عام 2019 الذي كان عاما حافلا بالتفجيرات، حيث تم تفجير عدد من أكداس العتاد في مناطق متفرقة، بدءا من منطقة آمرلي، ثم بعد ذلك إلى معسكر الصقر في جنوب بغداد، ثم بعد ذلك إلى قاعدة بلد، يعني تفجيرات متعددة وكثيرة في العراق. هذه التخوفات التي يطلقها حقيقة الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من الجهات السياسية المعارضة هي مبررة ومشروعة، كون أنه هناك العراق نكب خلال الفترة الماضية بهذه التفجيرات التي طالت حياة الأبرياء في الكثير من المناطق السكنية. طبعا وهذا يعيدنا إلى أنه النظام السياسي في العراق الآن هو يسير على نفس نظام أو خطى النظام السياسي في بيروت أو على خطى الحوثي في اليمن. هناك في العراق دولتين، هناك دولة الميليشيات التي تعمل خارج سيطرة الدولة، وهناك الدولة الحكومية التي يقودها الكاظمي وهي ضعيفة وهزيلة وغير قادرة على لجم هذه الميليشيات أو حتى التصدي إليها أو مواجهتها وجعلها يعني أن تكون تحت طائلة القانون في المحاسبة وما إلى ذلك. لذلك أنا أعتقد بأنه هناك إشكالية كبيرة جدا في هذه المسألة، خاصة مسألة التفجيرات التي طالت العراقيين في الفترة السابقة، وبالتالي جميع هذه المناشدات هي حقيقة مشروعة ومبررة من قبل الجميع، لأننا نريد الحفاظ على حياة الأبرياء في العراق، لأنه هناك مشكلة حقيقية. يعني عندما نتكلم الآن عن منطقة جرف الصخر، أنا أعتقد بأن هذه المنطقة هي قنبلة موقوتة في العراق، هذه المنطقة خارج سيطرة الدولة منذ عام 2014، لا تستطيع الدولة الدخول إليها، وعندما دخل وزير الداخلية تم اعتقاله في هذه المنطقة. يوجد في هذه المنطقة مصانع للصواريخ، ولا أحد يعرف ماذا يوجد في هذه المنطقة، وبالتالي أنا أعتقد بأنه هذه تسحب على أو تنجر إلى كثير من المناطق الأخرى التي تسيطر عليها الميليشيات، خاصة في بغداد والكثير من المدن العراقية في جنوب العراق. لذلك هناك إشكالية حقيقية يجب على الدولة أو على الحكومة مواجهتها، ويجب على الميليشيات أن تنصاع إلى القانون، وأن تكون هناك مناطق سكانية خالية بشكل كامل من هذه الاعتداء التي يمكن أن تسبب كارثة كبيرة جدا في الفترة المقبلة. نعم، أرحب بالدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي مرة أخرى. دكتور حامد، أرحب بك عبر سكايب. لماذا تخزن الميليشيات أسلحتها وصواريخها داخل المدن؟ هل من أهداف استراتيجية أو إقليمية وراء ذلك؟ مساء الخير عليكم جميعا، تحياتي لك دكتور سمير ولضيفيك الكريمين ولجمهوركم الأعزاء. الحقيقة هي القصة أصبحت واضحة، هي مسألة الهيمنة، هيمنة نظام الميليشيات بإرادة خارجية من قبل الولي الفقيه على العراق كله، ليس فقط في بحدود ما أقيم من قواعد ومن مواقع مسلحة بدخائر. الحقيقة حتى أحيانا الحكومة تجهل نوعيتها، يعني التفجيرات اللي صارت أيضا في بيروت على سبيل المثال، الحكومة تجهل إمتى متى كانت تخزين ومتى أهملت، من 6 سنوات أو أكثر، من 2013 أو 2014. وهذه القضية أصبحت الآن الحقيقة معقدة جدا، لأنه الدولة، إذا هناك دولة، الحكومة نقدر نسميها والمؤسسات، لا يمكنها التعرف حتى على خروج ودخول هذه الأسلحة أو الاعتداء. وأحيانا تكون هناك أسلحة أيضا ممنوعة، يعني غازات وغيرها ومواد كيميائية. فبالتأكيد العملية الآن أصبحت واضحة، هي كلها هذه مغايرة القوانين والتشريعات الدولية والداخلية حتى في العراق، زائد أنه مثل ما يقول تحدي لإرادة العراقيين أنفسهم. يعني الخطر وين؟ أنا خلي أجيب لك مثال بسيط. بغداد اكتشفت الآن بالفترة الأخيرة خلال الأيام الماضية
5 مواقع في بغداد. إذا تحب أعددهن الآن المواقع، في القريعات هناك ما يسمى مدرسة تدريب الأمن السابقة، هاي احتلت بعد ما كان الرئيس أو رئيس جهاز الشرطة في السابق هو اللي يحكم، نطى جزء من عدها إلى بعض الميليشيات، احتلتها هاي الآن الميليشيات كلها. أمن المحافظات أيضا مبنى منشآت بأكملها أيضا في بغداد في موقع آخر. شركة الصناعات الكهربائية في الوزيرية أصبح الآن مقر إحدى الميليشيات ومصنع مخزن ومصنع لتصنيع الصواريخ. موقع الزعفرانية أيضا تابع لحزب الله العراق، معمل أيضا لصناعة تعبئة الصواريخ أو صناعة الصواريخ اللي هي كانت سابقا منشأة النداء في الفترة الماضية. هناك أيضا سوق الثلاثاء مطل على القناة مقابل زيونة، أيضا كان أسواق مركزية حول الآن إلى موقع لتخزين الأسلحة والعتاد وقسم من عدها. خلي أجيب لك مثال جدا صارخ الآن، مؤلم جدا الحقيقة، قسم من هذه المواقع الخمسة حولت إلى زنزانات تحت الأرض لشباب انتفاضة تشرين المباركة. الآن حتى ما يعرف الحكومة، ما تعرف مواقع الاختفاء أو تغييب هؤلاء واختطافهم، متى تم اختطافهم؟ اختطفوا من ساحات الاعتصام ثم حولوا إلى هذه الزنزانات اللي الآن ما تقدر لا القضاء ولا الحكومة تكشف عن هذه المواقع. هذه كشفت الحقيقة بالفترة الأخيرة خلال الأيام الماضية وخصوصا بعد تفجير بيروت. ليش؟ لأنه هناك فعلا خطورة ماحقة الآن يعني تتعرض إلها بغداد في حزام بغداد، والأخ العميد ذكر قضية جرف الصخر، وأيضا هناك أيضا في مناطق شمال وجنوب بغداد الآن معظمها تحولت إلى زنزانات إلى جانب مخازن أقبية عتاد وصواريخ. هذه عن تفجيرها مهما يكون إذا كان بإرادتهم وإذا خارج إرادتهم راح تتحول إلى قنابل الحقيقة، يعني لا تبقي شيء من البشر. ومثل ما صار أيضا قبل أعتقد سنتين في 2018 صارت تفجير الحسينية في مدينة الثورة تعرف الآن صدر حاليا، هذا أيضا كان هناك تخزين أسلحة في حسينية وفي مساجد وجوامع، هذه طبعا مخالفة جدا للقوانين الدولية والأطراف الدولية. لو سمحت تبقى معي دكتور حامد، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالدكتور هلال الدنيمي الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك دكتور. هناك تخوفات أطلقها ناشطون نادوا بإخراج العتاد والأسلحة والصواريخ والقاذفات والمقذوفات من داخل الأحياء السكنية كون المدنيين يتعرضون لخطورة كبيرة بانفجارها، وما هذه المخازن إلا قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة. ولكن كيف ما هي قراءتكم لهذه المخاطر بالنظر أيضا إلى موضوع أن هناك ما أثير بشأن استهداف السفارة الأمريكية وحصلت نوع من المواجهة الأمريكية مع الميليشيات، ولكن الولايات المتحدة التي لديها قواعد في العراق تغض الطرف عن هذا الخزن للأسلحة داخل الأحياء السكنية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين. أولا في العراق الظرف الذي هيئه الاحتلال لهذه الميليشيات وبإنشاء ما يسمى الدولة العميقة داخل العراق، وهي مدعومة إيرانيا وأمريكيا كما تعلمون، ولحد هذه اللحظة هذه الميليشيات تمول من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران، ولكن العصا الطولة لإيران في العراق هذه الميليشيات هي خارج سيطرة ما يسمى بين هلالين الدولة العراقية التي هي بالأصل تتبع لإيران وتتبع إلى قوى خارجية. القضية الأخرى من الناحية الفنية كما تفضل السادق المتحدثين قبلي، تخزين الأسلحة والأعتداء حتى في لأي دولة نلاحظ أن المخازن العتاد تخضع لشروط فنية وهندسية وفيها مواصفات خاصة، القوس حساب القوس الانفجاري لهذه المخازن أن يبعد عن أقرب مبنى في مسافات آمنة أو ما يسمى مسافات آمنة. هذا كله نتحدث عنه في الظروف الاعتيادية وظروف الخزن التي لقوات الجيش أو الأسلحة، ومخازن الأسلحة دائما تكون بعيدة عن المنشآت المدنية والسكانية لأسباب كثيرة، ومنها هو الجانب الأمني
واحتمالية حدوث خلل ما يؤدي إلى تفجير هذه الأسلحة، فما بالك بوضع الأسلحة التي تخزن داخل البيوت والحسينيات والمساجد. وهناك حقيقة رعب مجتمعي من هذا العمل. وتفجير بيروت هو جزء من يسير مما حصل في العراق. هناك تفجيرات حصلت في جنوب الدورة، وبقت الصواريخ تتفجر لفترة طويلة. هناك تفجير حصل في مدينة الثورة، وتفجير آخر حصل في مدينة السيدية كما تذكرون. هذا الأمر حقيقة يجب أن يخلق وعي مجتمعي، لأنه ليس لدينا دولة. الكاظمي هو جزء من الميليشيات، وهو أول زيارة له للميليشيات، ولكن هل يستطيع أن ينزع أسلحة الميليشيات؟ الجواب كلا. إذن الخطر المجتمعي داهم، وعلى المجتمع الآن أن يحدد هذه الأماكن التي لا يستطيع أحد الدخول إليها، وتؤشر هناك عملية ضغط مجتمعي عليه. لكن القلق الكبير بأنه من سيقوم بنزع هذه الأسلحة؟ من سيقوم بنقل هذه المخازن؟ هذا هو السؤال الكبير، لأنه تشابه الأمر ما بين خلق جهة أقوى من القوى وهذه نقطة المسلحة مهمة. سنعود أيضا إلى موضوع يعني الولايات المتحدة وكيف تنظر إلى الميليشيات التي تخزن الأسلحة داخل الأحياء السكنية لاحقا. دكتور هلال، بالعودة إليك سيادة العقيد، يعني فورين بوليسي تقول أنه نزع سلاح الميليشيات ليس سهلا، والكاظمي أخفق في ذلك. نتساءل لماذا لا تكون هذه المخازن مثلا هي مخازن تابعة للحكومة؟ لماذا تصر الميليشيات على تخزين هذه الصواريخ والأسلحة شديدة الانفجار داخل الأحياء السكنية؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه ميليشيات الحشد الشعبي بصورة عامة يعني تحصل على التسليح من جهتين رئيسية. الجهة الأولى هي الحكومة العراقية عن طريق وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، يتم الحصول على الأسلحة بطريقة نستطيع أن نقول رسمية، رغم أن هذه الميليشيات استطاعت خلال الفترة الماضية أن تحصل على أسلحة هي مخصصة للجيش العراقي كالدبابات الأبرامز الأمريكية، وحصلت هناك إشكالات كبيرة جدا مع القوات الأمريكية، هددت بوقف القطع الغيار والذخيرة وما إلى ذلك إن لم تسحب هذه الدبابات من ميليشيات الحشد الشعبي. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية هي إيران. المشكلة هنا بأنه إيران تقوم بتسليح هذه الميليشيات بأسلحة سواء كانت بطريقة رسمية أو طريقة غير رسمية، حدود أكثر من 1200 كيلو تسيطر عليها الميليشيات، وبالتالي هي تستطيع إدخال من إيران ما تشاء من الأسلحة. يعني لا أحد يعرف الآن، يعني أنا أتحدى من هذا المكان القائد العام للقوات المسلحة أن يعرف ما هي الأعداد الحقيقية لهذه الميليشيات، أو ما هي الأسلحة التي بحوزة هذه الميليشيات، أو ما هي المخازن العتاد الموجودة ضمن قاطع الميليشيات سواء كانت في المحافظات أو سواء كانت في بغداد. الحكومة غير قادرة على أن تصل إلى مناطق في جرف الصخر ومناطق أخرى، فكيف لها أن تعرف بدقة عن هذه الميليشيات ماذا تمتلك من أسلحة وذخائر؟ وبالتالي هناك إشكالية حقيقية في هذه القضية. الميليشيات تقوم بإخفاء هذه المخازن داخل المدن والأحياء السكنية لعدة أسباب. أولاً إخفاءها من الرصد الاستخباراتي والجوي، ثانياً لتفادي الضربات الجوية المحتملة من قبل القوات الأمريكية، خصوصاً بعد أن تصاعد الصراع بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس. لكنها تستهدف أيضاً. نعم، يعني إن هناك إشكالية حقيقية في هذه القضية، لذلك هم يأتون إلى المناطق السكنية لاستخدام المدنيين كدروع بشرية للمحافظة على هذه المخازن. كما أن هذه المخازن في هذه المناطق، هذه المناطق تعتبر مناطق موالية بشكل كبير لهذه الميليشيات، وتتمتع بشعبية ضمن هذه المناطق، لذلك هم يخشون من خروج هذه المخازن إلى مناطق أخرى فتكون عرضة إلى الضربات الجوية، أو قد تقوم الحكومة العراقية باستحواذ على هذه المخازن مال الاعتداء ضمن فترة قادمة، خصوصا مع احتدام الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك تعليمات صادرة من إيران لهذه الميليشيات بأنه يجب أن تفصل مخازن الميليشيات عن مخازن طيب. التي تعود إلى سيادة العقيد، في سؤال، يعني هل الحكومة لا تعلم بأماكن وجود أو خزن هذه الأعتداء والصواريخ، حتى أن مثلا الميليشيات لا تخرج هذه الأسلحة خارج هذه المخازن كي لا يتم اكتشافها من قبل الحكومة وبالتالي الاستحواذ عليها؟
أكيد هذه القضية، لأنه لو رجعنا إلى عادل عبد المهدي عندما حصلت التفجيرات طالب الميليشيات بإخراج المخازن من الأحياء السكنية، ولكن لا أحد يمتثل لهذه الأوامر. يعني لو جئنا إلى خريطة مخازن العتاد في الفترة السابقة قبل عام 2003 نجد بأن هناك خريطة متكاملة لمخازن العتاد والمداخر التي تزود القطاعات بالأعتدة وبالأسلحة وبكل ما تحتاجه لإدامة المعركة، موزعة في جميع مسارح العمليات بما يخدم هذه المسارح في المواجهة حسب طبيعة التهديدات الموجودة. فنرى بأنه حتى في جبهات القتال عندما تكون هناك مخازن عتاد يتم إبعادها عن مقرات الوحدات لتلافي الخسائر التي يمكن أن تحصل نتيجة تفجير هذه المخازن، وبالتالي يعني عملية جلب هذه المخازن إلى المناطق السكنية بمعنى هناك قنابل موقوتة في هذه المناطق يمكن أن تنفجر في أي لحظة. يعني عندما نأتي إلى التفجير الذي حصل في عام 2016 في منطقة العبيدي، أو في عام 2018 عندما حصل التفجير في القطاع رقم 10 في مدينة الصدر في هذه الحسينية التي تكلم عليها الضيف قبل قليل، يعني هناك إشكالية حقيقية، هناك ميليشيات يعني فعلا هي خارج سيطرة الدولة وليس جهة واحدة. يعني نحن نتكلم الآن يعني مثلا ميليشيا التي تتبع إلى الصدر سرايا السلام، هذه لا تأتمر بأمرة ميليشيات الحشد الشعبي، لا سواء الولائية ولا سواء خارج الولائية، لهم دولتهم الخاصة بهم. والدليل على هذا مقتدى الصدر عندما أراد محاسبة الفاسدين الموجودين في التيار في مدينة النجف قام باعتقالات وقام بحرق وقام بجلب الكثير منهم بدون أن تكون هناك أوامر قضائية أو يرجع إلى الدولة. وكذلك الآن ما يجري من تفلت الميليشيات الحشدية، هناك سلاح منفلت بشكل كبير جدا. يعني إذا ذهبنا إلى مناطق الجنوب الآن نجد بأن هناك الآن صراعات ما بين العشائر بالأسلحة المتوسطة والأسلحة الثقيلة، والدولة غير قادرة على أن تقف للجم ومواجهة هذه العشائر لأنه السلاح منفلت بشكل كبير جدا، والقوات والأجهزة الأمنية أصبحت خاضعة لهذه الميليشيات بحيث لا تستطيع المحاسبة. لذلك هناك إشكالية حقيقية في مسألة مخازن العتاد داخل المدن وداخل المناطق السكنية. في هذه الإشكالية دعني أتحول بالسؤال إلى الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، يعني لماذا الحكومة غير قادرة على مواجهة الميليشيات فيما يخص موضوع الأسلحة والصواريخ المخزنة داخل المدن؟ عزيزي، الحكومة كيف شكلت ومن أين أتت؟ هي جت من رحم هذا النظام، نظام المحاصصة المقيتة واللي سيطر عليه الميليشيات. يعني هو حتى سيد مصطفى الكاظمي يعني إن صرح أنه سيحصر السلاح بيد الدولة وغيرها، يعني مجرد تصريحات، يعني سرعان ما اصطدمت بجدار عميق. يعني عندما اقتحمت ميليشيات الحشد الشعبي المنطقة الخضراء لما اعتقل 13 أو 14 فرد من الميليشيات، وتحولت القضية إلى قضية يعني معركة بين جهاز مكافحة الإرهاب من جهة والميليشيات يعني بكل أدتها واستعدادها لأن تقتحم أي مؤسسة إذا أكو دولة. طبعا هي غياب الدولة الحقيقة، زائد أنه الوزراء كلهم رؤساء الوزارات السابقين والحالي جاءوا من هذه المنظومة السياسية الميليشياوية، فلذلك صعب جدا الآن أن يتحدث. أنا اللي أشوفه هو أنه فعلا يعني انتفاضة تشرين المباركة وضعت حجر أساس لإقامة نظام جديد. هذا النظام هو فعلا أول ما رفعت شعارات إسقاط نظام المحاصصة، الفساد، الميليشيات، حصر السلاح بيد الدولة. إذا كانت الأمور أكثر تعقيد مما إحنا يعني مثل ما يقول ندرسها بدقة، نشوف أنه تدويل القضية الآن أصبح أيضا قاب قوسين أو أدنى. يعني مثل ما الآن ده يجري على قدم وساق في لبنان، في بيروت، الآن فرضت أعتقد الآن قرارات دولية يعني بزيارة ماكرون إلى بيروت، زائد دور الدول الأوروبية، دول العربية الحريصة الصديقة إلى لبنان. هذه إذا كان هناك حرص يجب أن فعلا تتم عملية نزع السلاح وإنهاء الميليشيات والعودة إلى القانون وتأسيس دولة حقيقية يعني تحترم القانون وتحترم السيادة الوطنية. هي أن يكون هناك إشراف مثل ما أسقطوا النظام السابق، يجب أن يعودون إلى العراق من نقطة الصفر، أن نبدأ الآن. هذه الميليشيات لا يمكن، إذا تعددت وصلت أكثر من 100 ميليشيا الآن، 69 من عندها معروفة وعدد كبير غير معروف، الحشد أيضا
الحشد الشعبي أصدر قانون وصوت عليه مجلس النواب بإجازته باعتباره مؤسسة تابعة للدولة هو، وعكس ذلك الحقيقة لأنه عدد كبير من الميليشيات هي تتستر بستار الحشد. وهذه القضية أيضا الحشد انتهى دوره الآن، يعني بعد انتهاء داعش وفاعلية داعش حتى اللي تبقى من ميليشيات أو العفو من خلايا نائمة أو أفراد أو يسموها وظيفات، هذه الانتهاء منها عملية لا تتجاوز الأيام والأسابيع. يبقى أنه إحنا يجب أن نحصر السلاح بيد الدولة، يجب أن يغلب القانون، يجب أن تتأسس دولة حقيقية، دولة مواطنة، دولة مدنية، لأنه إذا بقينا على هذا الحال لا يمكن ضمان بقاء العراق على حالة كدولة معروفة للعالم أجمع. نعم دكتور هلال، يعني الكثير من المواطنين متخوفون من حصول مأساة يعني تشبه المأساة التي حصلت في مرفأ بيروت في العراق، رغم أن الكثير من التفجيرات حصلت في العراق قبل تفجير لبنان. يعني الكثير من الناشطين أيضا أطلقوا يعني نداءات، ومن ضمنه واسم إبعاد العتاد عن المدن للضغط على السلطات، الكثير من الهيئات الوطنية، هيئة علماء المسلمين، اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، الكثير من الجهات المعارضة للنظام الحالي في العراق ومعارضة للعملية السياسية طالبوا بإبعاد جميع العتاد التابع للميليشيات من الأحياء السكنية. من وجهة نظركم، هل ستلاقي كل هذه النداءات آذانا صاغية من قبل المنظمات الدولية أو من قبل المجتمع الدولي للتدخل؟ قضية العراق تختلف تماما عن قضية لبنان، لأنه لبنان هناك تدخلات أجنبية ودولية على الطرف اللبناني، رغم أنه تشابه الحالة هو تسليح الدولة العميقة أو دولة داخل دولة، انفلات ما يسمى الميليشيات المرتبطة خارج حدود الدولة العراقية بكل مسمياتها اللي هي بالأساس هشة، لأن هذه العملية السياسية كما أشار أخي حامد صراف هي وليدة هذه العملية الميليشياوية، الميليشيات هي من أتت بهؤلاء المسؤولين إلى السلطة، وبالتالي لا يستطيعون الخروج عن طوع إيران وطوع هذه الميليشيات التي أسس لأهداف تحقق المشروع الإيراني في المنطقة، وهي تمتد حتى خارج العراق. لاحظ أن شبكة إيران تمتد خلال الدول هذه، تشكيل دولة داخل دولة متناقضة، القوة هي لمن يحمل السلاح ومن يحمل السلاح هو خارج سيطرة الحكومة المركزية. القضية الأخرى قضية من الذي سيجبر هؤلاء على سحب أسلحتهم، لا يوجد قوة في العراق في الوقت الحالي، لا القوات المسلحة ولا وزارة الدفاع ولا هذه الحكومة الهزيلة أن تجبر هؤلاء على رفع أسلحتهم، وعلى الأغلب هم لا يستطيعون التدخل في إدارة هذه الميليشيات سواء كانت الحشد أو الميليشيات التي أسست منذ الاحتلال 2003 ولحد الآن، لا توجد قوة لردعهم لأنه هم حقيقة متماهلون ومتماثلون معها في الأهداف، وهم الاثنين تحت طوع الملة الإيراني أو النظام الإيراني الحاكم في إيران. فبالتالي تدويل هذه القضية أنا في رأيي هو الحل الأسلم، على المنظمات الدولية والمنظمات العراقية الفاعلة والقانونية والشعبية أن تضغط في هذا الاتجاه، لأنه لا يمكن أن تطالب فاسد أن يحل مشكلة فاسد أو يلجم فاسد. منظومة الحشد الشعبي والميليشيات تابعة للدولة العراقية وفق قانون أقر من مجلس النواب، ولكن هل فعلا هناك سيطرة على هذه الميليشيات؟ إذا كان وزير يذهب إلى منطقة ويعتقد من قبل الميليشيات، أي هيبة لهذه الدولة وأي دولة نتحدث عنها؟ لا يوجد دولة، توجد الانفلات أمني واضح، يوجد سيطرة متعددة على مراكز القرار، القرار بيد الإيرانيين والميليشيات التابعة، وهذا هو النظام الإيراني بالمناسبة عبر التاريخ هذا ديدنه، دائما ينشئ متناقضات داخل دولة الهدف، والأجنحة المسلحة التي تعمل لصالحه هو هذا المشروع، امتد من زمن الدولة الأموية ولحد الآن، هذا هو الطريق الذي تسلكه النظام الحاكم في إيران، لا يرتبط بنظام سياسي محدد لأنه لديه مشروع وطموح باستعادة ما يسمى الإمبراطورية الفارسية، ولكن طيب. بلباس الدين ولباس آخر. إذا ماذا علينا أن نعمل؟ على كل القوى السياسية والوطنية أن تسعى
حقيقة لتدويل هذه القضية والضغط على المجتمع الدولي، لأنه لا يوجد لدينا قوة عراقية حكومية تسيطر على هذا الملف، وهي حقيقة قتل الناس هدف أساسي، لأنه لا يعبهون. والجانب الأهم والذي يمكن يهمله الكثير هو لا توجد جهات فنية متخصصة لدى الحشد، وهذه الميليشيات تتعامل بحرفية وفنية مع هذه الأعتداء وهذه المعدات، وبالتالي عملية تفجيرها أو عملية الخلل الذي في هذه النقطة وارد ووارد جدا. دكتور هلال اسمح لي أبقى معي لو سمحت، أنتقل للسيد العقيد حاتم الفلاحي. يعني الكثير من المصادر الحكومية تحدثت عن أن الميليشيات تتخذ المعابر الحدودية مصدرا للتهريب، سواء كان السلاح أو المتفجرات والصواريخ وكذلك حتى المخدرات التي أدت دورا كبيرا في تدمير المجتمع العراقي. كل هذه الأمور سواء كان في السلاح أو المخدرات كلها مصادر دخل كبير وقوية للميليشيات، مما يعزز من نفوذها. وبالتالي الكثير أيضا من وسائل الإعلام الغربية تحدثت عن أنه هناك ثمة صعوبة كبيرة أمام الحكومة لنزع السلاح الميليشيات. يعني هل تجد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة قوة أكبر للميليشيات وفقا لحصولها على مصادر القوة، المال والسلاح؟ نعم، لا شك بأنه الوضع معقد بشكل كبير جدا. أولا هذه الميليشيات الآن تهيمن وتسيطر بشكل كبير جدا في العراق. يعني الآن رئيس الوزراء هو غير قادر على فرض الأمن والاستقرار أو السيطرة على مدينة بغداد، فكيف له أن يقوم بالسيطرة على معابر حدودية في تمتد لمساحات واسعة وبشكل كبير جدا؟ أنا أعتقد أن هذه القضية فيها إشكالية حقيقية. يعني حتى عندما قام يعني بإرسال قوة من الرد السريع للسيطرة على بعض المنافذ في زرباطي وفي مناطق شلامشة وفي مناطق أخرى على الحدود العراقية الأردنية الإيرانية، الإشكالية بأنها هذه الميليشيات، هذه القوات التي أرسلها هي تنتمي إلى منظمة بدر وإلى ميليشيات أخرى، وبالتالي أنا أعتقد يعني حتى إرسال هذه القوات لن يأتي بشيء إلى حكومة بغداد في مسألة ضبط المعابر أو السيطرة عليها، كون أنه في الأصل أن هؤلاء هم ميليشيات، لأنه الأجهزة الأمنية عندما تشكلت في العراق بعد عام 2003 تم دمج كثير من الميليشيات في هذه الأجهزة، وبالتالي أصبحت هذه الأجهزة هي عبارة عن ميليشيات لكنها ترتدي اللباس الرسمي ولكنها تأتمر بإمرة المرجعية الدينية التابعة لها. وهناك إشكالات كثيرة جدا، يعني عندما أمسك الرائد مثلا المعروف في البصرة رجل معمم يقوم بتهريب المخدرات والزئبق الأحمر وما إلى ذلك، ماذا فعلوا بهذا الرائد؟ قاموا بسجنه ونقله والكثير من الإجراءات التي طالته، بالإضافة إلى التهديد بالتصفية وما إلى ذلك، لأنه الدولة غير قادرة على أن تحمي حتى موظفيها في مسألة محاسبة المقصرين أو الجهات التي تلعب بهذه القضية وتتلاعب بها لحساب مصالح شخصية وفئوية، لأنه الإشكالية الكبيرة بأنه أصبحت جميع مؤسسات الدولة الآن تمخرها هذه الميليشيات بشكل كبير جدا وتسيطر على مفاصل حساسة فيها، وبالتالي كيف يمكن لهذه الحكومة أن تواجه هذه الميليشيات؟ أنا أعتقد بأنه إذا ما أراد الكاظمي أن يواجه هذه الميليشيات في الفترة المقبلة فيجب أن يضع الخيار العسكري مع هذه الميليشيات في أول خياراته، لأنه لن يستطيع أن يواجهها بأي السبل الأخرى. هذا يدفعنا للتساؤل. تحدث الدكتور هلال الدينامي عن أن القرار ليس بيد الحكومة وإنما القرار هو قرار بيد إيران، يعني كيف للحكومة أن تواجه الميليشيات إذا كان القرار في العراق والسيادة هي مسلوبة لصالح إيران؟ نعم، لو رأينا الزيارة الأخيرة للكاظمي عندما قام بزيارة إيران كيف تكلم معه المرشد الإيراني وهو يوجه له توجيهات، يعني بمسألة خروج القوات الأمريكية من العراق وأنه قتلوا ضيفك وهو سليماني يقصد يعني في العراق، وبالتالي يجب أن تخرج القوات الأمريكية لأن بقائها يشكل إشكالية في مسألة الأمن وهي دمار وخراب للاقتصاد وما إلى ذلك. كأنما هو يوحي إلى الكاظمي بأنه يجب عليك أن تمضي في مسألة إخراج القوات الأمريكية وإلا لن يستقر البلد، وبنفس الوقت هو يوجه رسالة إلى الميليشيات بتصعيد العمل العسكري ضد القوات الأمريكية لكي تخرج من العراق خلال الفترة المقبلة. تحاول الميليشيات من خلال قيامها بعدد من العمليات تخفيف الضغط على إيران نتيجة الحصار التي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لو جئنا إلى حقيقة الأمر أنا أعتقد بأنه الدور الإيراني التخريبي لا يقل عن الدور الأمريكي التخريبي في العراق، كون الدولتين اتفقت على تشكيل جميع الحكومات السابقة، والذين يحكمون العراق الآن ويتصدرون
يعتبرون الطبقة السياسية من جاءت بهم إلى سدة الحكم هي أمريكا باتفاق مع إيران طوال الفترة الماضية، ومن أطلق يد إيران في العراق وفي المنطقة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت إدارة أوباما. لذلك نحن أمام إشكالية حقيقية. يعني الآن الكثير يعلق الآمال على أنه الدور الأمريكي سيكون إيجابي في العراق لتغيير الوضع في العراق، ولكن أنا أعتقد بأنه الإشكالية الحقيقية بأنه الدور الأمريكي والإيراني هو دور تخريبي أكثر مما هو دور يمكن أن يراهن عليه في مسألة تخليص العراق مما هو فيه من سيطرة الميليشيات. أستاذ حاتم اسمح لي أنتقل للدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، يعني كيف تنظر إلى الدور الأمريكي تجاه الميليشيات في العراق؟ يعني بالأمس تحدث أو صفحة على موقع الكونغرس الأمريكي تحدث عن أنه تم إيقاف الدعم الأمريكي لميليشيات في العراق، وقبلها الولايات المتحدة ومنذ احتلال العراق قامت بتشكيل الميليشيات التي هي في الأساس مدعومة من قبل إيران. نريد أن نفهم هذه الإشكالية، هل هذا يعني بالاستعاضة أن أمريكا قد أعطت الضوء الأخضر للميليشيات لخزن الأسلحة داخل الأحياء السكنية؟ هي الحقيقة، شوف، خلي احنا لو رجعنا بعمق الى التحليل المنطقي لدور البلدين، يعني النزاع او الصراع الاقليمي الدولي على الساحة العراقية، نجده يعني اكثر تعقيدا مما الحقيقة تنطرح في وسائل الاعلام او يطرحوها سياسيو العراق هنا وهناك. العمق فيه هي انه هناك مصالح مشتركة للبلدين، الهيمنة الإيرانية على العراق وعلى ثلاث عواصم عربية أخرى، يعني في اليمن وفي لبنان وسوريا. الحقيقة هذه هي مثل ما يقول مصدر ربح كبير بالنسبة للماكنة العسكرية الأمريكية والغربية. يعني هم يريدون دائما هاي تبحث عن بؤر توتر ومناطق حروب، فما أن تمر سنوات عقد أو عقدين من الزمن على أسلحة ومخازن أسلحة مكدسة في هذه الدول، في أمريكا وفي بعض الدول الغربية، إلى أن يجدون سوق لتصريفها. فبالتأكيد هذه العملية يعني تجد إمكانية واسعة إذا كان هناك عدو، وهذا العدو ممكن يكون مختلق، ممكن يكون جدي، ممكن يكون، ولا هي من صنع النظام الإيراني، نظام الملالي في إيران منذ 1979. ما هي أمريكا وفرنسا هي اللي مثل ما يقول أقلت الوفد أو القيادة الجديدة بعد إسقاط الشاه إلى طهران على طائرة فرنسية. فهذه القضية من ذاك الوقت لحد الآن أكثر من 40 عام، والمنطقة تنزف دماء وتنزف ثروات وعدم استقرار وعدم أمن وإلى آخره. وهذا احنا ما نريد نوصف الحالة الآن، لكن الجانب الأمريكي بالتأكيد يتحمل جزء كبير جدا مما مر به العراق ومرت به المنطقة بما فيها لبنان وسوريا وغيرها. طبعا احنا مع الاحتفاظ بمبدأ الخلاف أو الاختلاف مع الأنظمة السياسية، لكن التدخل بهذه الطريقة الشنيعة بحيث وصلت إلى إسقاط أنظمة واحتلال إيران تحت راية ولي الفقيه وتعميم أو تصدير الثورة الإيرانية بصفة طائفية أو غيرها أو دينية مزيفة، هذا طبعا مرفوض رفض قاطع. لذلك الأمريكان كان عليهم منذ البداية أن لا يسمحوا بهذا التمدد. هذا التمدد الحقيقة إجى على أرواح مئات الآلاف بل ملايين من نفوس من سكان هذه المنطقة المهمة جدا. طيب، هذا الإقليم أو منطقة الشرق الأوسط الحقيقة منطقة استراتيجية حيوية، وبالتالي أيضا أكيد أكو نقطة هناك مهمة هي تفتيت هذه المنطقة، زرع الطائفية فيها، زرع الحروب وزرع الخلافات، وأيضا ضياع حدود هذه الدول بحيث أنه تصبح هناك منازعات ومنازعات ثانوية، بدليل أنه العراق الآن يعاني الكثير تحت ما يقول إحنا وطأة الميليشيات. هناك أيضا خلافات، يعني منازعات على قال مثل ما يقول مناطق متنازع عليها، قال تدخلات تركية، قال تدخلات أخرى. هذه طبعا كلها اسمح لي دكتور هلال، نعم، أن أتحول بالسؤال لدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، يعني من وجهة نظركم إذا كان القرار بيد إيران، ويتحدث أيضا الدكتور حامد الصراف عن أنه كان من المفترض أن لا تسمح الولايات المتحدة للميليشيات المدعومة من إيران بالتمدد داخل العراق والاستحواذ على هذا القدر الكبير من النفوذ، إلى أي مدى تتفق معه؟
ما تفضل به للزميلين وخاصة النسال حامد بأن القرار الأمريكي هو الذي أنشأ الميليشيات وهو وأنا أرجع إلى نيكروبونتي وهو اللي أنشأ هذه الميليشيات. إضافة إذا ما ذهبنا إلى أن طبيعة تأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية بالعراق هي أيضا مدعومة إيرانيا لأنه الميليشيات والبدر ومنظمات إيرانية من الأحزاب الإيرانية التي أنشئت وأسست في إيران هي من تشكل عصب الحياة أو العصب الرئيسي لما يسمى القوات العسكرية العراقية. بالتالي العصب بيد إيران من الجهتين وبأمر أمريكي، الأمريكان والإيرانيون أصحاب مشروع مشترك عجز ما تعجز عنه الولايات المتحدة الأمريكية بالاحتلال المباشر أوكلته لإيران بعمليات التفجير وعمليات الشحن الطائفي التي كانت تخدم الهدف الأمريكي. الأمريكان ما جاءوا للعراق لإصلاحه، جاءوا للعراق لتدميره، وأفضل عصات للتدمير في الشرق الأوسط هي إيران، وهذا المشروع مشروع حقيقة مدعوم أمريكيا وغربيا. إيران لم تكن مسالمة من لا للعرب ولا للعراق، وأكثر أذية للعراق بحكم الموقع الجغرافي واستراتيجي. نعم، فقدنا الاتصال بالدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي. على أي حال نشكرك شكرا جزيلا دكتور هلال. بالعودة إليك سيادة العقيد حاتم الفلاحي، الآن ما هي خيارات حكومة الكاظمي أمام يعني هناك عجز في نزع سلاح الميليشيات، هناك إصرار من قبل الميليشيات على تخزين كدس الأسلحة والصواريخ داخل الأحياء السكنية، هناك تفجيرات حصلت في العراق ومن ثم في بيروت، وهناك تخوفات من تفجيرات على غرار بيروت تحصل بنفس حجم الكارثة. الآن أمام حكومة الكاظمي خيارات معينة، يعني ما هي من وجهة نظرك؟ نعم، بداية دعني أقول ما هي خيارات الأطراف الفاعلة في العراق. هناك أطراف عدة هي فاعلة في العراق، يعني لو جئنا إلى القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية الآن، حسمت أمرها في مسألة البقاء في العراق وقامت بنشر بطاريات صواريخ باتريوت في قاعدة حرير وفي قاعدة عين الأسد، بالإضافة إلى أنه توجد لديها الآن قطاعات عسكرية بسيطة أو قليلة تتواجد في قاعدة التاجي وفي قاعدة فيكتوريا في بغداد، وبالتالي انسحبت من جميع القواعد الصغيرة التي كان يمكن أن يشكل خطر على قواتها، وأبلغت حكومة بغداد بأنها القوات الأمريكية باقية في العراق لمصالح تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني إذا جئنا إلى الميليشيات، الميليشيات بعد مقتل سليماني وأبو بهدي المهندس قامت بإصدار قرار من البرلمان تفردت به الكتلة الشيعية، وأصبح هناك انقسام سياسي في مسألة خروج القوات الأمريكية برفض الكتلة السنية والكتلة الكردية لخروج القوات الأمريكية مع موافقة الشيعة على خروج القوات الأمريكية من العراق. إذن هناك إشكالية حقيقية، ولكن هناك رغبة لهذه الميليشيات بإخراج القوات الأمريكية من العراق. إضافة إلى هذا بأنه إيران أيضا تريد للقوات الأمريكية أن تخرج من العراق لأنها أصبحت تشكل تهديد كبير جدا، كما أنها تريد أن تجعل من العراق الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها إيران، وبالتالي خروج القوات الأمريكية يخدم المصالح الإيرانية ومصالح الأمن القومي. إذن هناك ثلاثة أطراف فاعلة إضافة إلى حكومة الكاظمي. حكومة الكاظمي تريد أن تجد توازنات نستطيع أن نقول حياد إيجابي مع بين جميع هذه الأطراف، وأنا أعتقد أن القضية صعبة جدا ومعقدة بحيث لن تستطيع أن تجد تلبي مصالح جميع هذه الأطراف وتتجاوز مصالح العراق التي الاستراتيجية التي يجب أن تعمل عليها حكومة الكاظمي بوجود أزمة اقتصادية، وجود أزمة سياسية، وجود أزمة أمنية كبيرة جدا تنقسم إلى شطرين، عودة تنظيم الدولة وازدياد العمليات العسكرية، إضافة إلى التحدي الأخطر هو خروج هذه الميليشيات التي تهدد حكومة الكاظمي بشكل مباشر الآن، وهناك تهديدات مباشرة بقتل الكاظمي خلال الفترة الماضية، هناك اغتيالات، هناك عمليات خطف تجري في بغداد، هناك صواريخ تنطلق من مناطق سكنية داخل بغداد، الدولة غير قادرة على لجم هذه الميليشيات. إذن هناك إشكالات كبيرة، هناك أزمة مالية تهدد النظام السياسي، هناك أزمة صحية بكورونا وارتفاع معدلات الإصابة في العراق، فلذلك ترى حكومة بغداد بأنها تحاول أن تستفيد من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية
وتجاهلت مسألة خروج القوات الأمريكية في الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي، وبذلك تعقدت الأمور بشكل كبير جدا، لأن صواريخ الكاتيوشا أفرغت الحوار الاستراتيجي من محتواه نتيجة الضربات التي وجهت إلى القوات الأمريكية سواء على السفارة الأمريكية أو على قواتها في التاجي ومناطق أخرى. لذلك خيارات الكاظمي ليست كثيرة، إما أن يواجه هذه الميليشيات، وهذه أنا أعتقد بأنها تحتاج إلى استراتيجية حقيقية. هناك توصيات صدرت من المخابرات الأمريكية ومن معهد واشنطن للدراسات إلى الكاظمي بإجراء عدد من الإجراءات الأمنية، منها إخلاء المنطقة الخضراء من أي قطعات لا تأتمر بإمرة القوات المسلحة، في إشارة واضحة إلى الميليشيات التي طوقت مقرات لجهاز مكافحة الإرهاب على حادثة الدورة في منطقة البعيثة واعتقال 14 شخص ينتمون إلى حزب الله، إضافة إلى أنه يجب أن يغير الألوية التي تقوم بحماية المنطقة الخضراء لواء 56 ولواء 57، يجب أن تكون هناك حواجز هيدروليكية تنتشر في مناطق بغداد بحيث يكون استخدامها عند الضرورة لوقف تقدم هذه الميليشيات بأي اتجاهات أخرى. هناك كثير من التوصيات أعطيت لحكومة الكاظمي، الكثير منها بدأ ينفذ ولكن على درجات، لأنه لا يريد أن يستثير هذه الميليشيات في هذه الفترة التي تسيطر الميليشيات بشكل كبير جدا. لذلك حكومة الكاظمي أو زيارة الكاظمي إلى واشنطن يمكن أن تحمل الكثير من الأمور سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، وبذلك هل يمكن أن تترتب عليها شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية للجم هذه الميليشيات ومواجهة والحد من النفوذ الإيراني؟ أنا أعتقد بأنه هذه القضية ستؤجل إلى بعد زيارة الكاظمي، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تخوض الآن صراع في العراق وهي مقبلة على انتخابات رئاسية، لذلك هي تحاول أن تهدئ الأمور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لكي يتسنى للرئيس الأمريكي إذا ما جددت ولايته لفترة ثانية أن يقوم بإجراءات حاسمة للجم هذه الميليشيات. لذلك جميع الخيارات مفتوحة، ويمكن أن تؤجل هذه الخيارات إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. دائما ما نشهد هناك عمليات أمريكية عسكرية قبل الانتخابات، يعني من أجل يعني جذب الانتباه، وكذلك من أجل أن تكون هناك نوع من الحركة والإثارة بغية الحصول على مكاسب مستقبلية. ألا يمكن أن تستخدم ربما الولايات المتحدة التفجيرات أو عمليات القتل التي تقوم بها الميليشيات في العراق، أو حتى يعني هذا التفجير الذي حصل في بيروت و ما له من علاقة وخيوط قد ربما تصل بالتالي إلى تهم موجهة لإيران؟ لا أكيد، يعني إيران الآن إذا تستطيع أن تصعد من العمل العسكري فهي تصوب في أجندة بايدن الذي يعتبر هو من ضمن الإدارة الأمريكية السابقة لباراك أوباما الذي أطلق يد إيران في المنطقة ووقع الاتفاق النووي الإيراني، فإذا كانوا يستطيعون، لذلك نرى بأنه حتى منظومة سيترون التي وضعت في السفارة الأمريكية الآن حيدت كثير من الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها إيران أو ميليشيات إيران للتأثير على أو إيقاع خسائر للقوات الأمريكية يمكن أن تحرج إدارة ترامب في هذه الانتخابات، وبالتالي هذه المنظومة ركبت في السفارة الأمريكية وهي قادرة على أن تعالج أهداف متعددة في آن واحد، ولها سرعة إطلاق تصل إلى 4500 إطلاق في الدقيقة، وقد جربت في الفترة الماضية واستطاعت أن تسقط عدد من الأهداف التي وجهت إلى السفارة الأمريكية. لذلك هم يقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم، خصوصا بعد أن فشل الكاظمي في الالتزام أو الإيفاء بوعوده من الجولة الأولى في الحوار الاستراتيجي. لذلك هم الآن ينتقدون هذه القضية ويقولون بأن الدولة لا تمتلك السيادة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بنصب بطاريات صواريخ باتريوت ومنظومة سيترون على في السفارة الأمريكية، وبذلك هي تنتهك السيادة العراقية. هناك إشكالية حقيقية في رسم السياسة الخارجية العراقية ما بين هذه الميليشيات، إرادة هذه الميليشيات ورغبتها، ما بين الرغبة الإيرانية في خروج القوات الأمريكية، وما بين الرغبة التي تريدها إدارة الكاظمي أو حكومة الكاظمي التي تحاول أن تمسك العصا من المنتصف وأن تتجاوز هذه الضغوطات التي تمارس عليها وتؤجلها إلى فترة أخرى لما بعد الانتخابات الأمريكية. في ختام هذه الحلقة أشكر سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. حياكم الله. وشكرا للدكتور حامد أصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك دكتور حامد. شكرا جزيلا لكم. وشكر موصول أيضا للدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي،
شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.